بوسط ولاية وهران يتواجد مطعم تشبالي الذي اكتسب شهرة واسعة لتخصصه في تحضير أكلات وأطباق شواء محضرة باستخدام الفرن الروماني. On fait la cuisine en même temps on fait le rayon traiteur هنا عندنا لا بوشري هي دي هنا on fait la grillade وعندنا الداخل le four romain on est spécialisé في المشوي tout ce qui est événement mariage فاتحة حنة اي حاجه ايفينمون دو 10 دو 5 ا 10 بيرسون جوسكا 200 500 بيرسون مرحبا بكم. التقنيات الموجوده تخرج المواطن الوهراني واه اكزاكتومون تخرج المواطن الوهراني من الكاش اللي كان قبيل تاع بيتزا قال كذا هنا نجموا المواطنين ها باش يجوا عند المحل تاع جبالي محمد يذوقوا اطباق يعني من التقليدية. محمد شاب طور نشاطه فوضع بصمته بدعم ومساعدة زوجته في عالم الطبخ ابتداء بتحضير الكارانتيكا قبل الانتقال إلى اختصاص اللحوم المشوية بفرن مصنوع بالطوب الحراري. احنا دوريجين عندنا لابوشري في الصينية كوم تولي بوشي تاع الجزائر جزار يبيع اللحم ويبيع الدجاج ويبيع كلش avec le temps on a eu des commandes بدينا نطيبو عند لي بولونجي لي بولونجي اللي عندهم الفور رومان تاع بكري ولاو يغبنونا دي فوا كاين دي فوا ما كاينش دي فوا طيب بالخبز دي فوا طيب شاميه دي فوا حبس الور اون ا بونسي من جبنا جينا في هاد السكنه اون ا بونسي نديرو نوتر فور ومن بعد ندخلو يطيب غير بالصهد اللحم تاعه يطيب غير بالصهد لا كويسون تقعد 4 ا 5 اور جيسكا دي فوا جيسكا 6 اور دو كويسون الحمي تبغي في غربه. مطعم صغير ومتواضع يقدم خدمته للزبائن وفق طلباتهم استطاع أن يحفظ سر لذة الشواء بلمسة خاصة ستكون إضافة للثقافة السياحية بولاية وهران.